يا مرحبا، يعطيكم العافية. أنا جاي من السعوديات باتجاه بيروت. بلاي هذه السيارة، هذه صار لها 4 أيام كانت عاملة هذا الحادث بعد نفس الوقفة، راكبة على الدرابزين الحديد اللي بيجي على جنب الطريق، صايرة بالهواء، يعني ال4 دواليب بالهواء. فاليوم بتفاجأ الصبح بيجي بلاقيهم مفكوكين ومنعوفة نعف السيارة من قلبها، كاينين جايين يفكوا المسجلة منا مفكوكة معهم مكسرينها، يعني منكلين فيها للسيارة. ولاد الحرام كمان اخدين البطارية ما مخليين فيها شيء للسيارة. فيا جماعة، هاي السيارة رقمة وهيدي موقعة وين؟